فيأت أحد. هيا احتجزوهم احتجزوهم. في مثل هذا الوقت كل يوم تقوم الإمبراطورة بدعوة جميع من في القصر للصلاة. هؤلاء الأوغاد لا يتوقعون أن يكون القصر خاليا من الحراسة. ستوجه إليهم تهمة اقتحام غرفة نوم الإمبراطورة. كيف يتجرؤون على الإساءة لي؟ سأريهم من أنا. لماذا علي أن أتزوج من أبله لا يحمل لقبا رسميا يعيش على سمعة أجداده؟ بينما هي تزوجت من الإمبراطور والقائد لكل هذه البلاد. هذا ليس عدلا. لن أسمح لها بأن تهزمني. كم هي مسكينة شير، تناولها الشباب بالشائعات. أخاف أن تدمرها إن استمر الأمر على هذا النحو. إنها مجرد أقاويل وأنت تعاملينها بطيبة، وهذا يثير غيرتي. مولاي. حسناً حسناً، لن أزعجك. في الواقع خطرت لي فكرة. غدا سأمنحها لقباً وإقطاعية بعشرة آلاف من البيوت. بهذه الهبة سيرونها بعيون مختلفة. شكراً مولاي. أمي 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 أمي. ماذا هناك؟ أخاف من حكايات الشبح وأريد أن أنام بجانبك. وأنا أيضاً. ما الذي يخيفكما؟ صاحبي الجلالة، إنه خطأي. أخبرتهما حكاية الشبح بناء على طلبهما، والآن يرفضان النوم. أيها المخادعان، تخافان وتطلبان من خالتكما حكاية الشبح؟ حسناً، سوف أنام بجواركما. يفانغ. مولاي، سأذهب معهما ثم أعود سريعا. حسنا، اذهبي بسرعة. تصبح على خير أيها الإمبراطور. هيا. ألن تنام سيدي؟ فقدت الرغبة في النوم ولا أعرف ماذا أفعل. هل لي أن أسهر معك؟ لا بأس. تفضل سيدي. شكرا على سعة صدرك واستضافتك لي. دائما تعتبرين نفسك غريبة، والإمبراطورة تسعى دائما لإيجاد زوج طيب لك، لكننا لا نعرف أي نوع من الرجال تريدين. بالنسبة لي أهم شيء في الرجل أن يحب زوجته تماما كجلالتك. وكيف تعرفين أنني أحب زوجتي؟ بالطبع أعرف. شخص مثل جلالتك لا يلتفت للجميلات. هل أنا محقة أم لا؟ الإمبراطورة تحبك، لكن أنا اكتفيت. انصرفي. أمرك. مولاي، ليلة أمس قلت ستمنح شير إقطاعية. سوف تعلن هذا في استقبال الصباح. ماذا هناك؟
أعتقد أنك طيبة النية ولا ترين الكثير من الأشياء. هل تظنين أن شير أختك المخلصة فعلا؟ هل تعتقدين أنها لن تخونك أبدا؟ مولاي لا تسئ الظن، حتى لو لم أكن إمبراطورة وكنت إنسانة بلا سلطة، كنت عاملتها هكذا، تحتاج لدعمنا. أشعر بأنها لا تكتفي بما لديها. أكيد تعرضت لصدمات في بلاتيهان، أعطيني بعد الوقت ستعود لطبيعتها وتكون بخير. إيفانغ مولاي كن متأكدا، شير ليست من تلك النوعية التي تظن. حسنا تولي هذا الأمر وكوني حذرة. على فكرة كنت أفكر بشيء ضروري، الولدان يكبران ويحتاجان إلى معلم. هل تفكرين بأحد ما؟ أجل، جنرال يافو. لا، ألا تخشين ألا يكون وفيا لما حصل للوزون زونر؟ أستبعد ذلك، فهو وفي لك ولوكي هو ابنك، بالإضافة من بين الكل لا يوجد أفضل منه بأمور المدينة والجيش. ما رأي جلالتك؟ نعم ييفانغ، أنا معك في هذا. شكرا مولاي. صاحبة الجلالة، لا تنحني. شكرا. هل أزعجك؟ ماذا هناك؟ أريد التكلم معك بشأنك. جلالتك، ماذا هناك؟ ما هذا؟ قضيت الوقت وأنا أصنع هذا حتى انتهيت منه أخيرا. أنا لا أعرف الكثيرين في هذا القصر، لذا أردت أن أعطيك إياه، لكنك قد ترفضه. صاحبة الجلالة، أنت تجاملينني كثيرا. هل يمكن ألا يعجبك ما صنعته لك؟ مطلقا ليس كذلك، إنه جميل، جميل بالفعل. إذن لماذا لا تأخذه الآن؟ لماذا لا تلبسه بقدميك؟ ها؟ أرني. مناسب، إنه يناسبك. عن إذنك علي المغادرة، إلى اللقاء. صاحبة الجلالة. سيدي الإمبراطورة إيفانغ تطلبك حالا. مرحبا، لم أراك منذ فترة، هل اشتقت إلي؟ ما هذا الكلام؟ انتبه لما تقول سيدي. ما الذي تعنينه؟ رأيت حذاءك وأعجبني، هذا كل شيء. من صنعه لك؟ إذا أخبرتها أنه من الإمبراطورة زانغ ستشك بالأمر. اشتريته فقط بعشرة، أليس رخيصا؟ فهمت.
حضرت جلالة الإمبراطورة وولي العهد والأميرة. صاحبة الجلالة، ولي العهد، مولاة الأميرة. اجلس. شكرا صاحبة الجلالة. شكرا على الوسادة. في الواقع طلبت حضورك إلى هنا لأني أريد أن أطلب معروفا. أنا بأمرك. لوكي وغوانتاو يكبران، وحسب قوانين القصر يحتاجان إلى معلم. وبعد تفكير عميق وجدت أنك ستكون الشخص المناسب. ما رأيك؟ أنا لم يكن رأيي وحدي، بل رأي جلالته أيضا. من فضلك لا أريد سماع الرفض. لا أستطيع الرفض، الأمير والأميرة يهمانني كثيرا، لكنني أريد من جلالتك أن تعيديني. تفضل جنرال. جميع طلابي يطيعون أوامر العسكرية، وإذا أسيء إلى ولي العهد أثناء التدريب أخشى أن تعاني جلالتك من لوعة عليه. هذا حق المعلم على طالبه، وأنا أثق بك. أنت بخير؟ نعم سيدتي، أنا بخير بخير. لا أحب أن تكذبي سنوكايت، عشنا معا مدة طويلة، وأنا أعرف عندما تكونين قلقة. أخبريني ما الذي يزعجك؟ رأيت الجنرال مرتديا حذاء، وكنت قد رأيته عند الإمبراطورة، هي من صنعته. زانغيان؟ ما كان علي أن أفكر هكذا، لا أستطيع منع نفسي، أخشى أن يتورط مع الآخرين، وأخشى أن يؤدي ذلك إلى المتاعب مولاتي. لا داعي أن تقلقي نفسك، يافو ليس من هذا النوع، ولا زانغيان طبعا، لابد أنها وحيدة في قصر بيو، ونحن لا نهتم بها كثيرا، لذا تعتبر يافو المقربة الوحيدة منها. ولكن سيدتي، أنا متأكدة من كلامي، لا شيء بينهما. عيد ميلادي بعد بضعة أيام، سأطلب منها أن تزورنا وتقضي النهار هنا، ستكون بخير حين تختلط بالناس، ستعرف أيضا أن هناك من يهتم بها بالإضافة للجنرال يافو. أختي بيكسين، قلت لي إن الدبوس الذهبي الذي في شعري يعجبك، وقد أحضرت لك واحدا مثله، تفضلي. الإمبراطور والإمبراطورة لا يحبذان اختلاط الناس في قصر الجيانغ وقصر الجيوفانغ، لذلك لا أستطيع أن أخذه. إن كان الإمبراطور والإمبراطورة لا يريدان فهذا شأنهما، لكن هذا لا يمنع أن نصبح أختين، محقة؟ جلالة الإمبراطورة محظوظة بأخت مثلك كريمة ومرهفة الإحساس، إذا احتجت لأي شيء فلا تترددي من أن تطلبي مني، سأخبرك بكل ما تريدين، فأنت أخت الإمبراطورة. أنا جديدة هنا، سمعت أن الملوك وأصحاب السلطة مرهقون بالعمل، أنا دائما بجانب الإمبراطورة، ولكن رؤية الإمبراطور تصعب علي، ولا أعرف ماذا يحب وماذا لا يحب. أنت في دولة داي منذ زمن وأكثر خبرة مني مؤكد، أرجوك أعطني بعض الإرشادات. فيما يتعلق سيدتي بالأشياء التي يفضلها الإمبراطور، لا يمكنني أن أشرحها لك الآن وبهذه السرعة، لكن يمكنني أن أعطيك نصيحة واحدة. لم أقصد هذا. قصدته أم لم تقصديه، فأنت أخت الإمبراطورة ولا يمكن أن تسيئي لها في أي حال من الأحوال. ما تريدين معرفته هو كيف تعيشين في هذا القصر وتكون لك نفس مكانة أختك، هذا صحيح؟ حسناً، أنا أكره أن أتعامل مع أشخاص غامضين، إذا اعترفت بما تريدين سأخبرك بطريقة مناسبة، ولكن إذا كنت غامضة لن أتمكن من المساعدة.
أختي؟ هلا ساعدتني؟ بالطبع، قل الحقيقة ليثق بك الناس. ما هو المكان الذي يبعد عنا 5 كيلومترات؟ بيويوان. بعد موت الإمبراطور يقومون بدفن محظياته معه، فمن كانت لديها حرفة من المحظيات وبقيت على قيد الحياة فإنها تسكن في بيويوان. فهمت ما أعنيه؟ أنتن تعانين كثيراً. اشتريت بعض الأشياء خصيصاً لكن. أرجوكن خذنها. هذا لي أرى. إنها أشياء جميلة. أعطني هذا. أعطني هذا أيضاً. هذا لي أتركيه. قلت لك أتركيه. إنه لي أتركيه. كيف تجرؤين؟ تريدين أخذها مني؟ سوف أقتلك. أيها الحرس، أين أنتم أيها الحرس؟ سأصبح الإمبراطورة، سأصبح الإمبراطورة، سأصبح الإمبراطورة. لا تهتمي لهن، فتيات مجنونات. من أنت؟ أنا أدعى لين شوي. أنا محظية سابقة للإمبراطور، وأعرف بأن لديك نفوذ. كلمي أختك الإمبراطورة لأعود لمنزلي. الوضع هنا ليس طبيعيا مطلقا، من فضلك لا أرغب بأن أصبح مثلهن. تريدين المغادرة؟ دعوها هنا. هل أتركها هنا؟ ألم أخبرك ألا تحضري مثل هذه الأشياء؟ أنا لا أريد أي هدايا، الإمبراطورة تهتم بي، وإذا شاع الأمر فهذا سيء. سيدتي، هذه المرة أرسلت لك رداء. عيد مولد الإمبراطورة بعد 3 أيام. تريد جلالتها دعوتك لقضاء وقت طيب في قصر شانغلين. أنا أتأمل الآن ولا أريد الذهاب. جلالتك، لا داعي لقول المزيد. عودي وأخبري الإمبراطورة أنني ممتنة لها، فلتحيا حياة طيبة وسعيدة جدا. بالإذن منك. يونسي، لن أحضر حفل عيد ميلادك إلا أنني سأمنحك هدية. شير، لما هي هنا؟ هل أحضرت؟ بذلت جهدا لأقوم بإحضار هذا الدواء. ضعيه في كؤوس الشراب وسوف ينامون فورا. رائع، كيف يمكن أن أشكرك؟ لن تخدعيني وستفين بوعدك؟ بالطبع لن أفعل. سأرسلك للبيت الآن. شكرا لكم. جلالتك، أتيتِ. ألا ترحبين بوجودي؟ كيف لا؟ أنا سعيدة بقدومك. أمر جيد أنك حضرتِ. أرجوكِ، اجلسي هنا. في الواقع أنا امرأة معتزلة، ولست مؤهلة للجلوس أمام الإمبراطور والإمبراطورة. أتيت فقط لأستمتع بالرفقة، وأسعدني كثيراً أنكما ترحبان بوجودي. أهلاً بك.
والآن ابدأوا الفقرات. أتمنى أن نحيا بسعادة وسلام. أختي تفضلي. انتظري. كنت في البلاط الملكي إمبراطورة منذ أن كنت في 12، وعشت في قصر جيوفانغ ما يقارب 10 سنوات. لم أعتد على الحياة بعد. في قصر بيويوان غادرت من هنا على عجل. لم أخذ كل أغراضي، لعبتي ومخدتي الصغيرة. هل قمت برميها؟ وكيف أفعل هذا؟ إن أحببت تستطيعين المجيء وأخذها بأي وقت. لا أصدق. الآن قصر جيوفانغ ليس لي، إنما لك أنت. لا يمكن أن تحتفظي بها. صاحبة الجلالة، أنت مرهقة. أنا لست مرهقة. إذا كانت ما زالت هنا، أرني إياها. أرني إياها أرجوك. ألا تعرفين أنني أحب كل ما يذكرني بطفولتي البريئة؟ النخدة الصغيرة أرسلها عمي الإمبراطور، وأنت صنعت لي اللعبة الصغيرة، ألا تذكرين؟ أعتذر، جلالتها مرهقة، سأصحبها للداخل. جلالتك احذري. تفضل فلتشرب. احذرن، انتبهن لجلالتها. انصرفنا جميعا. انصرفنا جميعا. حاضر. جلالتك، ماذا هناك؟ شير قتلت لين شواي وتريد أن تهدر الإمبراطور. هذا مستحيل. لقد رأيتها بنفسي. لا يمكن هذا. اسمعي يونسي، هل تعتقدين أنني قد أغشك؟ هل تظنين أن شير أختك المخلصة فعلا؟ هل تعتقدين أنها لن تخونك أبدا؟ أعرف حتما أن المرأة يفقد ذاته في حياة البلاط ويفقد حس ثقته بالآخرين. أخبرتك ليتخلص من عذاب الضمير. عائدة إلى بيويوان بعد إذنك. زانيان، أنا أثق بك. أثق بك. سيدتي، فلتعيشي حياة مديدة سعيدة.
سيدي. المكان حار حار سيدي. ماذا تفعلين؟ أخبريني. أختي، الإمبراطور أغمي علي، لم أعرف ماذا أفعل. أساعده في خلع ثيابه. لست ماهرة بتبديل الثياب، لكنك أكيد ماهرة بالتمثيل. ماذا تقصدين بكلامك؟ حصلت على دواء من لينشواي وقتلتها. أنا لا أفتري عليك. لم أقتلها، لم أقتلها. هل أستدعي الطبيب ليفحص الشراب؟ أختي، لا تصدقي هذا الهراء. لن أحقق في موت زهاولين. سأتظاهر بأنها ماتت عندما وقعت في البركة. هكذا أكون رددت الجميلة لوالديك حين أنقذاني. لكن لن أصدقك بعد الآن. أختي، غادري قبل أن أغير رأيي. غادري. أنتما، أليس من المفترض أن تكونا بالدرس؟ لماذا لم يسمح الجنرال يافو لنا أن نقضي وقتا قصيرا في الحفلة؟ وهو يعرف أنه حفل عيد ميلاد أمي. أنا أكرهه كثيرا. هذا صحيح، سمح لنا بالخروج بعد أن أتممنا واجباتنا. عمة سنوكاي، هل انتهت الحفلة؟ نعم. عرفت ذلك، عرفت ذلك. لقد أفسد علينا حفل عيد ميلاد أمي. لا تقلقي أبداً، هو نال منا مرة وسننال منه الثانية بالمقابل. هذا صحيح يا أخي، سنفأر منه. هيا أسرعا إلى الدرس. إذا علمت الإمبراطورة أنكما تلعبان ستعقبكما. هيا بسرعة. انتبهوا. حاضر. جنرال يافو. أصبت بأذن؟ صاحبة الجلالة، لا ملابس نسائية هنا. تدبري أمرك بهذا، وبعدها سأرافقك إلى بيويوان. جلالة الإمبراطورة. لا تقل ذلك، أنا لست إمبراطورة وأنت لست الجنرال يافو. أريد أن أجلس بصمت معك.
لفترة فقط، وسأكون على ما يرام. جانا لا تك. أنا أعرف أنه لن يكون بيننا شيء، وأعرف أنني سأتسبب لك بالمتاعب، لكنني لا أستطيع ضبط نفسي عند رؤيتك. لم أشعر بالسعادة أبدا منذ أن كنت في 12. لم أشعر بالسعادة حتى وجدتك، ولكن يبدو أن السعادة لن تعرف طريقي أبدا. جنرال يافو، أنت تعرف أنني لا أشعر بالأمان إلا عند رؤيتك. صاحبة الجلالة، أرجوك أبقني بقربك. بقربك سأشعر بأنني حية ولا أريد سوى ذلك. حتى لو كنت سأقضي عمري في بيويوان الباردة، سيكون هناك شيئا في قلبي، وسأحس بالدفء كلما تذكرتك يافو. هذا ما أريده فقط، أريد حبا وأريد دفءا. سيدتي، أرجوك لا تفعلي هذا، أنت لست على ما يرام. أرجوك سيدتي سموكايت، أنت تعرفين القوانين جيدا في هذا القصر. أرجوك سيدتي، أنت دائما ملتزمة بالقوانين. أرجوك سيدتي سموكايت. وما هي القوانين؟ القوانين من وضع البشر وتحت أمرهم، أين هي القوانين؟ سيدتي، كلهم يقولون وضعت القوانين لمنع الظلم. هيا أخبرني، لماذا تقوم زانك بتقديم الهدايا ليافو، ولما هو يقبلها؟ أرجوكن قلنا لي، ما العيب بي أرجوكن. مولاتي، أنت لست على ما يرام، هيا بنا فلنساعدها. اتركنني، ابتعدن عني. أنت أغضبتني وأنا سأنتقم، سنرى من سيحكم عليها بالإعدام. من؟ أنا الحارس يا جلالة الإمبراطورة. من أنت؟ ماذا تريد؟ معي رسالة من الجنرال يافو مولاتي. أراك عند منتصف الليل خارج باب القصر، سأشاركك قدرك حتى نهاية الوجود. سأنصرف الآن. انتظر، خذ هذا. شكرا لك. أشكرك مولاتي. سيدتي، تم الأمر. والجنرال يافو؟ تم كذلك. ممتاز، شكرا لك. هل كانت الإمبراطورة ليف ترتدي مثل هذا؟ نفس الملابس والتاج، ولكن تقصدين أن هذا اللباس لا يليق بي؟ لا يجدر بي أن أقلدها؟ زنجيان، صاحبة الجلالة لديها علاقة خاصة. ماذا قلت؟ علمت أن زنجيان لديها علاقة خاصة. فاق
هذا كل تصوراتي. ابنة الإمبراطورة الكبرى ليف وزوجة الابن المختارة. كيف تقوم بعمل علاقة خاصة مع أحدهم؟ ماذا؟ ماذا يسمى هذا؟ الفتاة تشبه أمها. هل تفوقت هي أم أنا؟ لكن ماذا هناك؟ لماذا استدعيتني؟ أنت قلت بأنك ستشاركني قدري حتى النهاية. تراجعت عن ذلك؟ بل أنت من أرسل لي هذه الرسالة. أريد أن أراك منتصف الليل عند المدخل. لا لا، انظر إلى ورقتي، انظر هنا. تبا، اوقع بنا، فلنسرع. جنرال يافو، صاحبة الجلالة، ألم أخبرك؟ لقد حضرت ملابسها للهرب. عار عليكما أيها الجنود، احتجزوا الخونة، احتجزوهما. حاضر. كلا. لا لا، صاحبة الجلالة، أرجوك حققي في الأمر جيدا، لم نرتكب خطأ أبدا. نفذوا الأمر. جلالة الإمبراطورة، أرجوك. جلالة الإمبراطورة شير، إذا أنت هي، أنت جلالة الإمبراطورة، هي من نصبت لي فخا. أنا ماذا؟ لا تكذبي، وهل أنا من أحضرك إلى هنا؟ جلالة الإمبراطورة، خذهما. إنها هي، هي. فلنعد. نحن بريئان، لم نفعل شيئا، أراد أحدهم أن يوقع بنا. لم تفعل شيئا؟ إذا لماذا كنت برفقة الإمبراطورة زانجيان وكانت عند البوابة إذا كانت بريئة؟ ثم لماذا كانت ملابسها ملفوفة؟ هل تم ذلك بالقوة؟ أجل، كيف تفسرين هذا؟ جلالة الإمبراطورة، الذنب ذنبي أنا وحدي. الجنرال يافو لم يكن يعرف أنني أريد أن أهرب معه. أرجو منك أن تتحققي بالأمر. جلالة الإمبراطورة، لا تتحدث كثيرا، لا أريدك أن تتورط. كنت أفكر أن الحفيدة الحقيقية للإمبراطورة ليفشي ستكون إمبراطورة حقيقية وامرأة نبيلة وليس سيئة ومتهورة. صاحب الجلالة، ألن تعاقبها؟ الإعدام، أي أنك ستموتين. ولكن لا، جلالتك، جلالتك، هذه غلطة زانجيان. ظنت أن الكثير من العامة يعانون، فاتفقت معي أن نطلب من الجنرال يافو أن يخرج الملابس من القصر. ولماذا قمت بهذا؟ لأنه لا يجوز الخروج من القصر في الليل. لكنها اعترفت. لأنها لم تكن تريد أن تورطني بالموضوع، فأنا كإمبراطورة قد خالفت القوانين. يفانغ، مولاي، سأتحمل عقبة فعلتي. حسنا، بما أن يفانغ خرقت القوانين، آمر بمصادرة
ختمها الذهبي وحرمانها من راتبها لثلاثة شهور وتعتزل لتتوب عن أخطائها. أشكرك على رأفتك جلالتك.